وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد إخواني الكرام، فنحن الآن معنا أحد الوهابي سيناظرنا وسيأتينا بكلام الصحابة في الاستواء. لاحظوا هذا كلامه هنا حتى لا يتنصل. أول شيء قال لا، أنا لك شوف، طيب حنأشك في الصحابة في آية الاستواء، وأنا سأصعده معي على التيك توك الآن من أجل هذه القضية. وإذا نكس إيش بيكون؟ عن كلام الصحابة، سيأتينا بكلام الصحابة في الاستواء بأسانيد صحيحة وصريحة. تفضل. تفضل يا لحظة. احنا طلعنا الآن الأخ حسين معنا على الهواء. تفضل يا أخ حسين. تحب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحب نضبط الوقت دقيقة بدقيقة ولا شلون؟ نرجع نؤكد الكلام الآن عن مفهوم الاستواء عند الصحابة. إيش قول حتى ما تنكز على قاعد 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 قاعد. ما هو المناظرة على ماذا ستقول الآن؟ ها، وليس عند غيرهم. الصحيح الصريح. طيب لحظة شوي بقى حتى نضبط الوقت. الآن ابدأ يا، راح أصفر لك يا مرة تاني. الآن ابدأ، يبدأ معنا الأخ الحسين بالكلام. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا. فآية الاستواء نسخن بها أعين الجهمية ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب. يقول الإمام مجاهد: عرضت تفسير القرآن 3 مرات على ابن عباس أسأله في كل كلمة. فتفسير آية الاستواء من مجاهد هو راجع إلى ابن عباس رضي الله عنه. قال مجاهد في آية الاستواء: استوى أعلى. وهذا القول يعود إلى الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالسؤال لك: هل دخل ابن عباس في قول الله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؟ هذا أول سؤال لك. إن كان الوقوف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هل يدخل ابن عباس في الآية أم لا؟ خلاص. طيب، أولا وما يعلم تأويله، مش تأويله. ثانيا أنت نكست بعهدك وأتيتنا عن مجاهد ولم تأتينا عن ابن عباس. احنا قلنا لك نريد عن الصحابة، أتيتنا عن مجاهد. أنت تقول مجاهد قرأ القرآن على ابن عباس. طيب أنا سألزمك بهذا. مجاهد يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يقول منتظرة. هل تلتزم بأن هذا عن ابن عباس؟ وهذا أخرجه الطبري بأسانيد كثيرة واعترف الوهابي أنه هذا ثابت عن ابن عباس. ابن عباس ومجاهد يقولون يوم يكشف عن ساق، يعني عن شدة، وأنتم غلطتم مجاهد. وابن تيمية أصلا قال ما قال ابن عباس هذا غلط، وهذا التأويل غلط. ما يكشف، لو كشف الشدة لزالها، مش لا 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 قال بأنه هذا كشف الشدة، الشدة لو زالها لكشفها. طيب يلا خلاص، وقتي أنا أكمل. أنت تفضل، الوقت معك. يوم يكشف عن ساق، تقول أن ابن عباس قال به. السيوطي يقول أن روايات المذكورة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في آية الساق كلها ضعيفة. ولو ثبتت فالآية ليست فيها إضافة إلى الله تعالى، أو فيها إثبات لصفة الساق. صفة الساق نثبتها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يكشف عن ساق. طيب، وأيضا ابن عباس كان رفع قوله تعالى: يوم تكشف عن ساق. طيب، الآن أسألك سؤال بسيط. هل السيوطي لما قال كل الأحاديث التي روايت عن ابن عباس في آية الساق أنها شدة ضعيفة، هل أخطأ السيوطي في هذا القول أم لا؟ طيب انتهى الكلام. طيب، أولا قضية أن السيوطي قال أن الروايات عن ابن عباس في الساق هذه ضعيفة، هذه كذب الدمشقية، وأنا خصصت التسجيل عليها وأثبتت من كلام السيوطي نفسه أن بعض الروايات التي رويت عن ابن عباس اللي هي نسخة أبي علي بن طلحة وكذا، هذه أسانيدها حسنة
وبالمناسبة روي عن ابن عباس في من أحد أحد أنه في 10 روايات عن ابن عباس، منها هذه نسخة علي بن طلحة عن ابن عباس، والسيوطي في النفس وفي الإتقان قال بأن هذه حسن. هذا الشيء. الشيء الثاني، الحاشدي محقق الأسماء والصفات اعترف بأنه في سند آخر عن ابن عباس الساق أنه بسند صحيح الساق اللي هو الشدة. أمر آخر، إحنا ما نتكلم الآن عن الساق، نتكلم عن الاستواء. أنا أتيت بهذه قضية الساق حتى أبين لك أنه أنتم ترفضون حتى لو ورد عن ابن عباس. ارجع لي للاستواء. يلا شوفك. ايه تفضل، هلا معك انت الوقت. ممكن نخلي الوقت دقيقة ونص؟ لا لا، دقيقة واحدة بس، الي والك. يلا. لا لا، الي والك، الي والك. ارجع لي للاستواء، ارجع لي للاستواء، يلا بسرعة. على كلامك بس على الاستواء. على الاستواء بدك ترجع لي، أنت نكست بعهدك، ما في استوين وما ما في كلام عن الاستواء، يلا. أي آية؟ أي آية؟ في آية يوم مكشوف عن الساق. احنا هنتكلم عن الاستواء لا؟ اعطيني عن الاستواء. طيب أنا الآن بس أقول لك، أنت تأخذ بقول ولا تترك قول؟ لا. استواء، اعطيني عن الصحابة عن الاستواء. طيب أتكلم في الاستواء. عن الصحابة. طيب ماشي بقى. هو ليه أنت واخد الصحابة بس؟ يعني أنت عندك السلف بطيخة ولا إيه؟ أكمل أكمل، أنا هلا بيجي دوري بيحكي، يلا أكمل. انتهى وقتك. طيب اعطيني التسجيل. اذا ما عندك شيء عن الصحابة، وانا ساثبت لك انك انت كل كلامك انت مذهبك كله قائم على مذهب على اتباع قول الصحابة. شوف ماذا يقول ابن تيمية في الحموية، يقول لما سئل عن ايات الاستواء وعن كل ايات متشابهة، قال قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان وما قال مثل هدى الى اخر الكلام. اذا نبدا بالصحابة. هذا ابن تيمية أيضا يقول ما لم يعرفه أهل بدر فليس من الدين. ينقل عن مالك أيضا الألباني وغيره أنه ما كان يومئذ دينا في عهد الصحابة فهو اليوم دين، وما لا فلا. أهل البدع من هم؟ قال الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. فإن آمنوا بما آمنتم به قال هم الصحابة في ذم الكلام. عرفت ليش ما أقول لك الكلام؟ يلا نشوفك. هلا انت دورك. طيب انت الزمتني ابن تيمية، انا الزمك ابن فوق. طيب ابن فوق يقول في يطهي على الفوضى ان ايات الكتاب تفهم باللغه، واستدل بقوله تعالى الصحابه. جيب لي الصحابه بالاستواء، لا ترجع لي، لا تروح على غير شيء. هكمل انا، بس انا الزمك بهذا القول. كمل بسرعة، خذ وقتك، يلا معك 30 ثانية. خلي عندي سؤال، هل كان السلف يجهلون اللغة؟ إن كانوا يجهلون طيب خلاص لا بأس، وإن كانوا يعلمون اللغة فاللغة تقول أن استوى بمعنى على وارتفع واستقر وجلس. بس خلصت؟ طيب لا معك 11 ثانية، أكمل. خلاص انتهى وقتك، انتهى بس تسمع الرني، خلاص انتهى وقتك. اذا كما ترون اخواني الكرام، ما في شيء عن الصحابة. هذا عمل مثل ما عمل اخونا ابو عبد الله الحنبلي، ناله جبناه على اساس يجيب لنا اقوال الصحابة في امنتم من في السماء، ما في شيء عن الصحابة. هذا راح يجيب لي كلام مجاهد في جابوا اول شيء في الاستواء، لما الزمناه انه كل ما ليس كل ما يقوله مجاهد هو قاله بالضرورة ابن عباس قاله، بدليل وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظرة، هذه قال منتظرة، وبطل يقول، والإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية المنسوب إليه يقول هذا قول الجهمية، المجاهد أيضا يقول الميزان هو العدل، وهذا أيضا قول الجهمية، وهكذا. والساق أيضا يقول بتأويل، ولا تقولون أنتم بتأويلها. نحن لماذا نقول الصحابة؟ لأن الصحابة هم الذين هم أصلا
هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، والباري عز وجل مدحهم قال والسابقون والمهاجرون والذين اتبعوهم. فإذا ما قالوا إذا ما اتبعوهم، يعني إذا شيء ما إذا قاله التابعون وما قاله الصحابة إذا ما اتبعوهم، هذا بيكون قالوا لا وحدهم. إيه تفضل. على كل لحظة شوي، أنت هلا بتعرف ليش بدك تحكي؟ بدك تحكي بس 20 ثانية لأنه بدي أخلص التسجيل وأنا بحكي 20 ثانية. لحظة شوي. لا 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 لحظة لأنه خلص التسجيل 20. لحظة شوي. لا لا. طيب الآن احكي تقول. لا أقول يلا آخر ثلاث كلمات. طيب كما ترون راح إلى ابن فورك وإلى مجاهد وما في شيء عن الصحابة في الاستقبال.